بس يا بس يا بيطلع ايه؟ السلام عليكم. ذكروني دول. كنت امسكه اول امبارح. تعال شوف هنا رقم. والله عيالي مدهم على طول. صلاة العظيم بقول لاحمد قال له والله بدي اقول لك على حاجه. الواد ابن هو ده سيد. قال اللي عمل كده عيالك هو كان معاهم ولا انا لحقت فوق انت عارف؟ يعني انا مش عارف يعني انت عارف اللي عمل كده؟ وعشان ياخد ريح الان انت عارف؟ ادلك شويه احمد؟ لا 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 محدش حد يعمل حاجه خالص طبعا انا وموسى عند الراجل اللي جاي بتاع الجرجيل الولد اللي جاي مش وراه بس أنا. ايه تعالى لي من هنا ما اجي لك انا حيتك لا وعامل جحر محترم. طب انت شفته على كده ولا لا؟ ايوه طبعا. طب حتى بالفش هنا؟ لا. تعبان ابو الصيد طبعا ده تعبان غير سام على البشر يا جماعه يعني سمه ضعيف ويمتلك غدد سميه ولكن سمه ضعيف جدا على البشر لا يكاد يؤثر ما يشكلش اي خطوره طبعا هو الاشهر عندنا هنا تعالى رايح فين ده هنا الوكر يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين طبعا احنا فحتنا عليه من فوق عشان خاطر نقدر نسيطر عليه لما عرفنا مكان الوكر فحتنا من فوق وردمنا عليه عشان نقدر نسيطر عليه لانه سريع جدا